على بعد أمتار من الحدود الجزائرية التونسية تمت عملية انطلاق وبدأ الاقتراع بالبرمة. 2242 مسجل بدو رحل متوزعين على الشريط الحدودي من انطلاقا من مغر البلدية، ورانا نقطعوا مسافة حوالي 1300 ولا 1400 كيلو في مدة 4 أيام. وهذا من حقنا يعني باش ننتخبوا، وبارك الله في السلطات يعني اللي لحقونا هنا في الانتخابات، ونتمنى ان شاء الله الخير للجزائر ان شاء الله. الامور جد حسنة والحمد لله، ورانا في هذه كأول بداية ان شاء الله رانا معاهم هنايا، ونتمنى للرئيس الجديد التوفيق ان شاء الله. ويحيى الجزائر، نتمنى لك الخير.